مش ده الدفاع، ده كان الدفاع، ده شيء طبيعي يا جماعة. الكل كان بيتخبط، ما كانش فيه قرار سليم يتخذ في أي لحظة في الوقت ده. استحالة كان حد ياخد قرار سليم. ليه يا فندم رزقها ترجع تقعد فين؟ والله دي مسألة بقى يقرها الزوج، احنا مالناش دعوة. احنا الزوج هو أنا مش هطلق، أما يقعد فيها فين؟ ده بتاعته هو. لا 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 لسه القعدة الرسمية هم بقى. أهم حاجة إن هي اللي هم اتفقوا ان هم الاجراءات القانونيه خلصت. خلاص هل دورك بيوقف لحد النقطه ديت ولا هتكملي كأم؟ انا هتشالتي حضرتك في العادات العرفيه يعني؟ والله لا والله على حسب. اذا طلبت هروح، ما طلبتش انا عملت دوري. واجراءات بعد كده اللي القعده العرفيه بتتفق عليه. احنا كمحامين دورنا في المحكمه، احنا مالناش دور غير اننا في المحكمه بنخلص اللي بترتضي بيه القعده العرفيه. والناس المحترمين اللي ربنا وفقهم للخير فعلا، احنا صارين للساعه 4 الفجر، 4 الفجر كلنا ما نمناش على اساس ان جلسه تنزل جلسه عرفيه. الدعوه تنزل جلسه النهارده، جلسه موضوعيه النهارده، علشان خاطر البنت المريضه لو لا قدر الله جرى لها حاجه ما حدش يتذنبها. وبعدين هم برضو يعني مهما كانوا اهل ومهما كان في بينهم طفله، واحنا النهارده بنبشر وبنفرح العالم كله ان في صلح يا جماعه، وان المحامين فيها ناس كويسين. كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش، وربنا والحمد لله يجعلنا من الناس الكويسين اللي بيوفقوا ما بين الناس وبيسعدوا الناس وبيسعدوا العالم كله. سبب الموضوع انه كبير قوي كده ليه يا استاذ؟ والله هو سبب النشر. البيوت كلها فيها مشاكل، مفيش بيت يا جماعه خالي من المشاكل. بصراحه هو مش اول وقعه ولا اخر وقعه، ولا اخر وقعه، ده اللي كبير قوي كده. وفي اكبر منها بكتير، وفي اكبر منها بكتير بيحصل وبالتالي ما حدش عارفه. ولكن يمكن كان تعقيب حضرتك ان مفيش قضايا قتل بتاخد حتى الحيز ده. انا قلت كده كذا مره. انا ما رضيتش اصلا قبل كده في اي احنا موجودين يا جماعه في المحاكمات على طول، ما بنشوفكوش بالكم دوت. لا انا عارف ان تعقيب حضرتك مش تقليل، ولكن الموضوع خد اكبر من الحيز المفترض. بس ده غلط علي من الاول اللي هو نشر. معلش هو علي كان بيتخبط يا جماعه، يا جماعه هو اندفاع. محدش خد قرار سليم. عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا على مدار 4 ايام بنحاول ان احنا نحل. انا مش مستشار، انا حضرتك على مدار نفسك. معلش 4 ايام الدكتور كان معانا في القعده العرفيه، على مدار 4 ايام واحنا بنحاول نحل الموضوع ما بين الطرفين. دول اسره واحده، واحنا عيله واحده، وديار كلها ديار بنجم هي عيله واحده، واحنا كلنا ما بيننا قبليه وما بيننا يعني ناس مناسبين بعض. ما كانش اصلا يصح من الاول ان هو يتم اللي حصل، لكن اللي حصل نقدر نقول قدر الله ما شاء فعل، وان احنا قدرنا ان احنا نحل الموضوع ونتوصل للقعده العرفيه اللي احنا قعدنا لها امبارح واتفقنا فيها. اتفقنا فيها ان هو يتم الصلح ما بين الطرفين، ان خلاص الطرفين كل واحد منهم يتنازل للتاني، ان خلاص ما يصحش كده، ان في طفله صغيره لازم نراعيها ونشوف الطفله المريضه الصغيره دي، نشوف احتياجاتها، ان الطرفين خلاص انت يا ابني عايز ترجع لمراتك. الولد قال لك انا مش هطلق، والبنت طبعا اهلها ناس طيبين، والولد اهله ناس طيبين، واحنا كلنا عيله واحده هنا في ديار بنك. فلا داعي، لا داعي للشوشره، لا داعي للنشر، لا داعي لكل الكلام ده. الموضوع خد يا جماعه حيز اكبر من حجمه يا فندم. هو الموضوع اللي فرض نفسه مش احنا اللي كنا قلنا لحضرتك على حاجه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، الحكماء والعقلاء لما قعدوا حسينا ان الموضوع خلاص، الموضوع بقى في فيتو. لما قربنا وجهات النظر ما بين الناس واتكلمنا مع الناس، لقينا خلاص كل طرف من الثاني خلاص قال لك خلاص انا عنده النيه ان هو يرجع، عنده النيه ان هو يصطلح.